هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل العيش الفينو. معايا 3.5 كوب دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، كوبايتين من الميه الدافيه وهينزلوا تدريجيا، ربع كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه صغيره من الملح بس. طيب للوش عشان اديله لون حلو زي بتاع المخابز، ولا احط بيض ولا احط قهوه سريعه الذوبان ولا احط زبادي ولا اي حاجه، حليب وزيت. بعمل خلطه من النوعين، من المكونين دول، حليب وزيت، بيديني لون ذهبي حكايه. انا معايا الدقيق، ومعايا السكر، بيكنج باودر، ملح، خميره بحطها بعيد عنه شويه، والزيت ممكن ادي تقليبه بس، حط كمان الزيت ونديهم تقليبه. المافن تمام، حاضر ماشي تمام، يلا بينا. طيب حطينا الزيت والمواد الجافه، ابتدي انزل بالميه شويه بشويه. عندي مثلا كوبايتين من الميه، وزي ما قلت لكم مش شرط ان انا احط الكوبايتين كلهم، بس بخلي جنبي كوبايتين ميه دافيه. طيب الميه الدافيه تدريجيا، انا هزود الميه شويه واسيبه يشتغل مع نفسه عشان نشوف طريقه التشكيل بتاعه العيش. طبعا المقاس ده بتاعكم، عايزه تعمليه كبير، عايز تعمليه ميني، عايز تعمليه ميني كايزر، عايز تعمليه كايزر عادي، براحتك. لما اشكله اجيب كمان صاج كده خبز مدهون، نقطه زيت، نقطه زيت مش كتير قوي اهو، حبه زيت لونه خالص، يعني مش محتاج ورق زبده، مش محتاجين ورق زبده خالص، هو شويه زيت كده وزي الفل. بعد ما العجينه بتتعجن بقسمها كرات وبسيبها تخمر على الشكل ده، مش بسيبها تخمر كامله، وده بيخلي عندي الموضوع انجاز اكتر. شايفين العجينه اهي بعد ما خمرت، هاخد كده قطعه من العجين وارش شويه دقيق بسيط. بصوا العجينه مش مستحمله، ورش الدقيق فوقيه. نعملها ايه؟ مش مدوره يعني، بيضاوي شويه، وناخد ده كده تمام كده، واقلبه الناحيه التانيه تمام. طيب التشكيل بقى بتاعي بعمل ايه؟ باخد الرغيف كده واروح عامله كده بقى الحرف ده كده، وابتدي ان انا الفه بشويش خالص. الطرف ده برضو اعدلوه كده وانتوا بتلفوا عشان يطلع معايا مظبوط اهو. واروح حطاه عندي على الصاج، ما سمعتكوش، ما لحقتش الحليب، وهضيف عليه شويه زيت صغننين اهو، حبه زيت كده صغننين خالص تمام، واروح عامله كده. نتيجه بقى الحليب مع الزيت حكايه، وبيدي لون مطفي، بس سيبوه يخمر. انا هنا ما سبتوش يخمر عشان بس الوقت، لكن انتوا سيبوه يخمر قبل خطوه ان انتوا تدهنوه كده تمام. بدهنه من الجنب ومن كل حته تمام كده، حط شويه سمسم